كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. النهاردة بقى هاخدكم من كيرلا لبنجلور في القطر. ركبت بقى، شايفة السلم الصغير ده اللي على جنب؟ أيوة اللي على جنب ده، شايفينه بيطلع للدور اللي فوق، وفي كمان الدور التالت كمان. أنا قصيت كتير من الفيديو عشان مبقاش طويل، فقلت أجيب بقى الحاجات اللي يعني اللحظات اللي هي إيه المهمة. وكان فطرنا وردة او حاجه زي الطعميه كده في مصر، محطوط عليها شتني. واهم حاجه في حياه الهنود خالص اللي هي الشاي طبعا. شوفي الراجل بتاع السمبوسه هيقول ايه. وصلنا الحمد لله تاني يوم الساعه 12، احنا راكبين بالليل الساعه 9:30 لغايه تاني يوم الساعه 12. ورحنا قلت اصور كده حاجه بسيطه من السوق، ان شاء الله هنزل له كل حاجه بالتفاصيل. اجرنا عند شخص ده طيب جدا وكويس ومحترم، وكان عايش في السعوديه في الرياض بقاله فتره، فعارف عربي وانجليش وهندي وكذا لغه ما شاء الله عليه. والمفاجاه بتاعتنا بقى ان احنا فتحنا مطعمنا الحمد لله امارات، ورب يا رب يكون عند حسن الظن ان شاء الله اللي موجود في بنجلور. انا هحط العنوان تحت، وكمان العنوان بتاع الفندق ورقم التليفون لو حد عايز يروح على ضمانتي. فعلا شخص محترم جدا، وكمان مش تندموا خالص اللي انتوا رحتوا عنده كأمان، يعني ان هو خلاص انت قاعدين في مكان كله امان. فوده اوضه الشاي الكرك، يعني بصوا بيعمل شاي تمام، يعني حياة الهنود لازم الشاي مع سناك ده اكيد. يعني بيفكروني في الخليج كلهم، يعني هم حاسه انهم واخدين مكتسبين شويه من عادات العرب، فممكن عشان يعني كانوا عايشين فتره كبيره وكده، فواخدين من هنا ومن هنا كعادات. يعني شاي بالحليب في بنجلور كان كتير جدا، ما لقيتش شاي احمر، ولو لقيت شاي احمر بيبقى نكهته غريبه خالص، اكن في ريحه الحليب. فالحمد لله برضك قدنا كام يوم حلو. انا قعدت حوالي اسبوع بالظبط بساعة ما وصلت، فهنزله كل حاجه بقى شفتها عجبتني، ورب يكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. بصوا ده المطبخ بتاع المطعم من جوه، تمام كده. هو كان بيحضر اصلا الفيزا باين، وكان بيعمل السندوتشات دول لاولادي، في سندوتشات البراطه دي لاولادي. بص بقى التنور، سبحان الله كل واحد لشغله. يعني المثل بيقول ايه، ادي العيش لخبازه، ما فيش حد غلط في المثل ده. فسبحان الله، يعني زي ما انتم شايفين كده بيحط بقى اللمسات بتاعته، فلفل اسود ومش عارفه ايه. ف يا رب يكون عند حسن الظن يا رب، ويكون فتحة خير علينا كل، ورب الناس كلها تفرح معايا. وشكرا والله العظيم على تعليقاتكم معايا، يعني بشكركم جدا جدا على اي حد كتب لي تعليق كويس رفع من معنوياتي، بشكره والله العظيم، بحبكم بجد في الله، مش عشان مشاهداتي ولا حاجة، لا انا اصلا يعتبر قناتي يعني على قدي، والناس اللي متابعيني يعني اكيد يعني عارفة شخصيتي يعني. فيارب يكون عند حسن ظنكم دايما 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 يا رب. انتم ملاحظين اللي هو حط ليمون على عصرة ليمون على السندوتشات، والله ممكن اجربها بعد كده عشان كده بتدي يعني الطعم كده حامض مع الصوص والكاتشب اللي حطه، فممكن يبقى حلو. لما دقته الصراحه كان حلو، بس الطعم بتاع الليمونه ما يعني ما لاحظتش خالص اللي هو في ليمون اصلا، اللي ما دقت اللي ما شفت دلوقتي في الفيديو الصراحه. اللي كان بيصور مش انا الصراحه، كان ابني هو اللي بيصور، علشان طبعا الرجاله وكده مش هينفع ايه اخش في وسطهم، يعني عيب يعني بقاش بص وبحلقه وبجاحه ما ينفعش. فكل حاجه برضك نبقى في حدود الكلام ده. لو في بقى اي تعليق كده ولا كده
ايه رأيكم النظام ماشي ازاي؟ ممكن نغير ايه مثلا في المواضيع اللي بقدمها؟ في ناس كتير قالت لي انا مش بتكلم فعلا، الكلام بيتوه مني لما باجي اقول المعلومة، فعلا بحس ان الكلام بيضيع مني. يعني عارف لو انا بتكلم لايف كده ممكن اتكلم كتير كتير، فلما اجي اصور بحس ان انا الكلام ضاع مني، مش عارفة اقول ايه، فاهمني؟ وبستغرب نفسي قوي، يعني انا كنت بعمل ايه في الموقف ده؟ فمعلش شخصيتي بقى كده، لغاية ما اظبط نفسي ان شاء الله استحملوني بقى، تمام. وادي مطعمنا البسيط اللي على قدنا، فوق اللي تحت مخصصين له الشاورما والفطار، وفوق زي ما انتم شايفين كده القعدة اللي هي بتاعت ايه، المطبخ الرئيسي، يعني تحت مشاوي وفوق المطبخ الرئيسي. ايه رأيكم بقى؟ زي ما احنا زي ما انتم شايفين كده مطبخ، يعني اللي بيعمل اكل من اللي جوه بيعملوا اكل، الناس اللي بره بيشوفوه. فالنظام عجبني الصراحة، ما فيش يعني سر ولا حاجة، والموضوع ماشي الحمد لله الحمد لله. ف دعواتكم بقى معانا، ويا رب تكونوا كده عند حسن ظنكم دايما. وشوفوا بقى الحلقات الجاية هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو انتوا اول مرة تشوفوني متنسوش في اللايك، بالله عليكم اللايك واشتراك كده من ايديكم حلو. انا حبيت اشارككم معايا وتعيشوا الاجواء في المطبخ والكلام ده. تعال بقى نشوف بقى ايه كده صوت المطبخ عامل ازاي، وبطل رغي شوية. طيبة هلا هلا هيدا هلا شاين كيتشني دون الفون الصراحة بقى الشاورما اكتر حاجة عجبتني. الشاورما تعرفين بقى الدم العربي لما بيخش بقى في مكان الدم بيحن، يعني اديني فرخة يا جماعة، يوم الدجاجة من على السيخ حاجة، يعني هشم ريحة بلدي بقى. فالحاجات المشوية عجبتني الصراحة، مع ده بقى ولاد اخت جوزي الكبيرة، ودول عيالي طبعا، واللي فوق ده اللي ماسك المدير هناك. ارجو ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، مع السلامة. اذكرني وانساه وليس الحب الا